أنا بحن أقابلك تاني، بحن أشوفك بين أحضاني، حبيبي بحتاج لك دلوقت أكتر من الأول. أنا بحاول أنساك دايما. صبر باع اليوم باستديوهات ام تي في راح تكون ليلي ضيف حلقه عادل كرم. خبرني بهيك باطلاله مميزه ضمن هيدا حكي، كيف التحضيرات، كيف اجواء الكواليس؟ ممتازه جدا، ظروف جيده. تعرف انه البرامج هي الخفيفه الظل هي، يعني الواحد ما يحضرش نفسه بقدر ما يخليها على طبيعتها وعلى سجيتها. يعني بالنهاية السؤال اللي يسأل ممكن نجاوب، ممكن نضحك، ممكن يعني الرياكشن والانتراكشن ما بيني وبين الجمهور أو ما بيني وبين المذيع هي اللي هي تخلق الجو. طبعا برامج خفيفة وجميلة جدا يعني نعتبرها. شك انه ذا فويس قربك كثير من الناس وفرجة اوجه عديده من شخصيتك، بس في كثير ناس تنظر لك نظره شوي الفنان الجدي اكثر من غيرك، يعني فقد ايه اليوم رح تروح لعند عادل او عادل رح يجي لعندك بالحلقه؟ انا اساسا ما اعرفش يعني الظروف يعني اللي ممكن ان نكون موجودين فيها، ولكن احنا بنحاول انه نعمل حلقه مميزه، حلقه فيها من الجد وفيها من ولا من كذلك خفه الدم، مش الهزل او الاستخفاف، لا خفه الدم والجد، وخلي الناس تستنفع بالنهايه، يعني يكون برنامج نافع ليا وللجمهور. بعدك حضني خلاص فاضي، بيخلص عمري على الفاضي. عادل كرم ساعة بتفصلنا لتبلش حلقتك اليوم منا هيدا حكي، نحن سوا عبر أغاني بكواليس الحلقة، حلقة مميزة بمناسبة كريسمس. خبرني شوي هيك عن أجواء. أجواء كتير حلوة، وصلتوا بالأحلى، صورت البارت الكبير، هلأ باقي البارت الحلو اللي كل الناس ناطرته، أمير الطرب العربي صابر الرباعي. خبرني هيك كيف التحضيرات لصابر، يعني صابر قليل اطلالاته بالاعلام، وخاصه بالاعلام اللبناني نادره جدا اطلالاته، قد ايه رح تكون هالاطلاله هيك مختلفه؟ مميزه رح تكون، رح نحكي تونسي. ايه لا مزبوط، صابر قليل رح يطل يعني هيك، فكثير مبسوط فيه اليوم انه رح يكون ضيفنا، ومش رح اقول ان شاء الله لانه اكيد رح تكون حلقه مميزه، يعني حدا بوزن صابر اكيد بهضامته باي ذا واي اللي ما بيعرفوا بيجهلوا لصابر. ايه طبعا نحن الحلقه هيدي كثير حضرنا لها، لانه بتعرف معنا النجم صابر الرباعي، حضرنا فقرات كثير حلوه ومميزه، وطبعا كنا ناطرين هلا صابر، هلا الباند عم يركب وان شاء الله بعد شوي راح يكون معنا على السيت. مايسترو إيل عليا، اليوم الحلقه مميزه مع صابر الرباعي، قليل نشوفك بهيدا حكي، اليوم حاضر مع صابر بالفرقه الموسيقيه. وين بيكون صابر منكون كمان، يعني النهايه صابر فنان كبير، ونحن دائما لنا شرف نكون موجودين مع الفنانين الكبار يلي مثل صابر ويلي هنك ليل طبعا، فهذا شيء شرف لنا ومنبسط بهالموسيقى، خاصه انه الناس صارت مشتاقه. انتوا بتقسموا صوت بطريقه حلوه يعني على مباشره. اكيد، وبرجع باكد انه الناس صارت مشتاقه لهذا الشيء، يعني الناس عم بتحب تسمع ريل ميوزك فيها احساس، فيها سلطنه، فيها مزاج، ف ونحن كمان بنحب نلعب هيدي الموسيقى، فبرجع بقول انه لي الحظ انه يكون اليوم بهيدا حكي، وخاصه مع عادل يلي هو صديقي واخ عزيز كمان. انا نحب نقول انه انا سعيد ان نكون موجود بجولدن بول روم بلبنان ببيروت، ندعي كل اللي يحبوا صابر واللي يحبوا الفن الاصيل انهم يزورونا ويكونوا متواجدين معنا في هذه السهره المميزه، نعتبرها مميزه، وبحضور كذلك ومشاركه الفنان المميز سعد رمضان. طبعا اكيد يستحق كل خير، فاكيد مش تكون سهره فنيه بامتياز ان شاء الله.